استرجاع الأحداث الوبائية، تحليل البيانات السابقة للكوفيد-19 مقابل بيانات منظمة الصحة العالمية. منذ عدة سنوات مع ظهور فيروس كوفيد-19، انضمت إلى مجموعة فيلق الناجين على الفيسبوك وأدركت بشكل مباشر معاناة الناس حول العالم بسبب كوفيد-19. إذا قمت بفحصها اليوم، ستلاحظ أن كوفيد لا يزال يسبب المعاناة طوال الوقت العالم. الوباء لم ينتهي بعد. وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، ففي حين أن الوفيات تتراجع مع مرور الوقت، كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى عدة مرات من السجلات السابقة خلال الأشهر الستة الماضية فقط. واستناداً إلى البيانات، يمكن للمرء أن يرى نحن لسنا في وضع واضح. وسجلت الولايات المتحدة عدداً أكبر من الوفيات مقارنة بأي دولة أخرى، حيث بلغ إجمالي الوفيات 1,118,800 حالة وفاة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر عدد من الحالات التراكمية بأكثر من 102,873,920 إجمالياً. قد تكون الوفيات في الولايات المتحدة في انخفاض بشكل عام، ولكن لا تزال لدينا حالات اليوم. تظهر البيانات أن ما يزيد قليلاً عن 68% من الأمريكيين قد تم تطعيمهم، وأن ما يزيد قليلاً عن 35% من الأشخاص تلقوا جرعات معززة. هنا البيانات واضحة، سواء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى العالم، نحن جميعاً بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد اليوم لمكافحة فيروس كوفيد-19. الأمر لا يتعلق بالساعة التي نشعر بها. يتعلق الأمر بمنع الوفيات من حولنا وفي جميع أنحاء العالم. وعلينا أن نجسد المبدأ الاحترازي العلمي في حياتنا. يجب علينا أن نفعل المزيد اليوم، فقط في حال أحدث ذلك فرقاً في حياة شخص ما غداً. منذ فترة طويلة أجريت أبحاثاً لا نهاية لها على أمل أن أتمكن من تحسين الحياة ومساعدة الآخرين على التعافي من خلال الاطلاع على المعلومات ومشاركة هذه المعلومات العلمية بطريقة بسيطة مع الآخرين من خلفيات غير علمية وتكنول وجية. وهنا وظيفة لي منذ فترة طويلة. توصياتي لا تزال قائمة حتى اليوم. تأكد من استشارة الطبيب للحصول على المشورة الطبية قبل اتخاذ أي إجراءات مذكورة أدناه. بالنسبة لأي مرض، ينبغي للمرء تقليل الحمل الفيروسي أو كمية الجراثيم داخل الجسم. يمكن للمرء القيام بذلك عن طريق الحفاظ على النظافة المثالية التي تشمل الاستحمام عند الوصول إلى المنزل وعند الاستيقاظ أو النوم مرتين على الأقل يومياً، وشطف العينين بقطرات العين، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتنظيف محتويات الأنف، وارتداء الأقنعة والقفازات، وللتعقيم بالكحول. المنتجات القائمة: ينبغي للمرء الحفاظ على نمط حياة صحي وإيجابية لمكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل من خلال تنفيذ ما يلي بسهولة: النوم أكثر، والبقاء رطباً، والاستلقاء على المعدة أكثر من 7 ساعات كل 24 ساعة يومياً، وممارسة الرياضة علالي أقل بكمية خفيفة يومياً،
والاستمتاع بالرمان والبصل ولا الثوم ولا الليمون والبرتقال والعسل مع الشاي، وكذلك تقليل التوتر من خلال الإيجابية والابتسامات للسماح لجسمك بمحاربة فيروس كورونا بشكل أكثر فعالية. فيما يلي ملخص سريع لمزيد من الإجراءات التي قد تساعدك في مكافحة فيروس كورونا. COVID-19. لقد كتبت مقالة مفصلة مطولة حول الوقاية والأعراض والاستجابة والإحصاءات وغيرها من المعلومات التي يمكنك العثور عليها هنا. استرجاعات الوباء: مكافحة COVID-19 من خلال البحث وتحليل البيانات. في الحياة، يحلم الجميع بحياة صحية طويلة. في جميع أنحاء المجتمع، حارب الجنس البشري الأمراض. إذا أنت ميديم.com تأكد من استشارة الطبيب للحصول على المشورة الطبية قبل اتخاذ أي إجراء. إذا كانت تعاني من السرطان أو أمراض القلب أو السكتات الدماغية أو مشاكل في الكلى، اطلب الرعاية الطبية مع ظهور العلامات المبكرة لCOVID-19، لأن هذه المشكلات يمكن أن تزيد من حدة المشكلات وتؤدي إلى نتائج أكثر فتكاً من الناحية الإحصائية. يمكن أن تتراوح شدة مرض COVID-19 ويؤثر بشدة على الأشخاص في الأعمار الأعلى أو ضعف جهاز المناعة أو المشكلات الصحية العامة. يجب علينا جميعاً أن نأخذ هذا القلق الصحي المستمر على محمل الجد. إذا شعرت بأعراض حادة مثل صعوبة التنفس أو ألم في الصدر، فاطلب الرعاية الطبية على الفور. لا تزال حالات الإصابة بCOVID-19 تؤذي الناس حتى يومنا هذا. لا ينبغي لنا أن نأخذ الأمر على محمل الجد. تأكد من استشارة المتخصصين الطبيين بشأن الحصول على لقاح COVID-19 والتعزيزات بعد اللقاح. قد يوصي طبيبك أيضاً بأدوية مثل تايلينول أو الأسبرين أو غيرها اعتماداً على شدة مشكلتك. يجب على المرء مراقبة أعراض فيروس كورونا. على الرغم من أنه من الممكن أن لا تظهر عليك أعراض وتنشر فيروس كورونا دون علمك، تأكد من عزل نفسك والتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 6 أقدام بينك وبين الآخرين. ستحميك معدات الحماية الشخصية المناسبة مثل الأقنعة والقفازات ودروع الوجه، ولكنها ستحمي الآخرين أيضاً من الإصابة بفيروس COVID-19 القاتل. تأكد من اتباع الإرشادات الصادرة عن مسؤولي الصحة العامة مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC ومنظمة الصحة العالمية WHO لضمان قيامك بالعزل واتخاذ الإجراءات الموصى بها ضد فيروس كورونا COVID-19. اتبع إرشادات الصحة العامة حتى بعد تعافيك من مرض الكوفيد شرطة 9. هذه الممارسات هي أيضاً ممارسات صحية يمكن أن تعزز حياتك اليومية. لا تخف من تطبيق بعض النصائح الصحية المركزة بشكل وقائي، ليس فقط استجابة للاتصال بكافد. تأكد من أنك تعيش أسلوب حياة صحي يركز على الوقاية اليوم. لا تنتظر حتى فوات الأوان. تأكد من التعليق أدناه: هل تعتقد أن فيروس كورونا لا يزال مشكلة يجب على العالم أن يظل قلقا بشأنها؟ هل تعتقد أن الحياة الصحية والأدوية تحتاج إلى تحسين؟
شكراً لانضمامك إلي. اشترك وشاهد المزيد من مقاطع الفيديو بالضغط على الصور هنا على الشاشة.